سنقوم بالتحدث مع عدد من الأشخاص، ولكن اسمح لي لارا قبل يعني شرح المشهد أكثر أن أتحدث مع شقيقة الشهيد علاء أبو فخر، تغريد أبو فخر، التي حضرت إلى السفارة اللبنانية هنا في الكويت للإدلاء بصوتها. ما رح أسألك لمين صوتتي، وما بحق لي أسألك لمين صوتتي، بس رح أسألك حاسي حالك اليوم جاي توصلي الأمانة اللي كان عم يطالب فيها علاء؟ علاء نزل للتغيير بس ما قدر كفى، وعلاء مات بأرض ثورة، فأنا بدي كفي، وبدنا نكفي كلنا للتغيير، وبدنا نكفي كلنا للثورة، وبإذن الله اللي كفى فيه علاء بدنا نكفيه. أنا ما رح أقبل حدا يقول لي إنه دمه راح، ولا رح أقبل حدا يقول لي إنه العدالة بلبنان هيك. بدنا نغير، بدي يصير في عدالة، وبدنا ناخد حق علاء وحق كل شهيد راح بالثورة، من الثورة لشهداء المرفأ، لكل واحد عم بيموت على باب المستشفيات، لكل واحد بحاجة لدواء، لكل دمعة أم. لازم نغير ولازم نصوت ليصير عنا عدالة وناخد حق كل شهيد. وأنا ومثلي ومثل غيري ما رح أقبل، ما رح أقبل يقولوا لي علاء راح. علاء بدي أخده عدالة بلبنان، بحكم لبنان، بقانون لبنان. اليوم شفنا هلا عم نشوف تشكل يعني في اقبال كثير كثيف، ويمكن هذا المشهد يعني يثني او يخلي البعض الاشخاص اللي مسجلين هون يترددوا. في شيء رساله بتوجهيهم اياها؟ انا بدي يلي كانوا كلهم التموا على دم علاء، بتمنى يكونوا وفيين لهيدا الوعد، مثل ما التموا على روح علاء ودم علاء، بتمنى الكل اليوم ينزل كرمال علاء وكرمال كل شهيد راح. وعلاء مات دمه رسم خريطة لبنان، فكلكم كونوا لبنان وصوتوا للبنان.